أرى أصدقائي، يوم غد يعني يوم مليء بالمباريات وخاصة المباريات الحاسمة. سأعطيكم يعني تقريبا جميع مباريات غد إن شاء الله. سنبتدئ بتصفية كأس العالم. لدينا مباراة يعني رائعة الحاسمة، وهي البرتغال ضد مقدونيا، ولدينا في نفس الساعة بولندا ضد السويد، ولدينا كذلك البيرو ضد باراغواي، وفنزويلا ضد كولومبيا، والبوليفيا ضد البرازيل، وتشيلي ضد الأوروغواي، ولدينا الإكوادور ضد الأرجنتين. هذه 5 مباريات يعني تقريبا نفس الساعة. ولدينا مباريات يعني الدول العربية، مصر ضد السنغال، وكذلك الجزائر ضد الكاميرون، وكذلك المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، وتونس ضد مالي، ونيجيريا ضد غانا. وصراحة نتمنى الخير لكل المنتخبات العربية، المغرب وتونس والجزائر ومصر. ولدينا كذلك فيتنام ضد اليابان، ولبنان ضد إيران، وكوريا ضد الإمارات، والعراق ضد سوريا، والصين ضد عمان، والسعودية ضد أستراليا. وبالمناسبة مبروك للإخوان يعني في السعودية يعني التأهل لكأس العالم، ونتمنى الخير يعني للمنتخبات الأخرى، إما العراق أو سوريا. إن شاء الله يعني يمر واحد فيهم على الأقل. ولا أنسى المباريات الودية، صراحة هناك مباريات جد 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 رائعة، ولكن هي مباريات ودية فقط. وأذكر منها المباراة الرائعة صراحة جدا، ألمانيا ضد هولندا. للأسف يعني جاءت في ساعة، يعني هناك يعني عدة مباريات يعني ستكون في تلك الساعة للأسف شديد، ولكن سنحاول مشاهدتها لأنها مباراة صراحة تستحق المشاهدة. ولدينا إنجلترا ضد كوت ديفوار، ولدينا موريتانيا ضد ليبيا، ولدينا فرنسا ضد جنوب افريقيا، وكذلك لدينا كرواتيا ضد بلغاريا، والبحرين ضد بيلاروس، والدنمارك ضد صربيا، وتنزانيا ضد السودان، والنرويج ضد ارمانيا، ومالطا ضد الكويت، وكذلك لدينا قطر ضد سلوفانيا، وتركيا ضد ايطاليا، وويلز ضد جمهورية الكيتش، وبوسنة ضد لوكسمبورغ، وبلجيكا ضد بوركينا فاسو، ومباراة إسبانيا ضد إيسلاند. صراحة هناك مباراة يعني غدا، مباراة يعني صراحة يوم غد كله مباراة رائعة، وصراحة أغلبها تستحق المشاهدة، لكن للأسف يعني جاءوا تقريبا في نفس الوقت. هذا هو الشيء المحزن، لكن صراحة أهم شيء هو أننا نريد أغلبية المنتخبات يعني الوطنية العربية أن تتأهل لنهائيات كأس العالم إن شاء الله في قطر، وبالتوفيق لهم، ونتمنى كل الخير صراحة. لا تنسوا يعني منتخباتنا العربية، يعني من دعائكم إن شاء الله. إلى اللقاء.